يقول نذر، يقول جدي نذر لأختي وهي صغيرة. نعم. يقول جدي نذر لأختي وهي صغيرة. إيه. فقال إن تزوجت سأشتري لها سيارة جديدة إن كنت غنيا، وإن لم أكن غنيا اشتريت لها سيارة مستعملة. والآن تزوجت أختي وهو غنيا وذكرناه بما قال فأنكر ذلك. على كل حال هذا من نذر المباح، من نذر المباح. إذا نذرت أنك تشتري لأحد سيارة هذا من نذر المباح، إن شئت اشتريت وإن شئت كفرت كفارة يمين. فمن نذر فعل مباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم.